السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات. وصفة اليوم هي أيضا للتخطيط، فبعد نجاح عدة وصفات وضعتها على قناتي ولله الحمد، فدائما أقوم بالبحث في جديد وصفات الطبيعية التي تنحف وخصوصا تقضي على دهون البطن، وطبعا أقوم بتجربتها أولا قبل وضع الفيديو. هذه الوصفة وهي كبديل الشاي، يعني مثلا تشربون الشاي في الصباح وفي المساء وما إلى ذلك، فهذه الوصفة تشربونها بدل الشاي العادي. إذن سوف نحتاج أول شيء إلى 4 كؤوس من الماء. 4 كؤوس، أنا قمت بأخذ القياس بهذا الكأس. 4 كؤوس من الماء العادي وضعته في إبريق شاي، وسوف أحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة من المريمية أو السالمية، اسمها المريمية باللغة العربية. يمكن استعمال المريمية الطرية، هنا أنا لدي مريمية مجففة لأنها تدوم لفترة طويلة في المنزل بدون أن تفسد أو أي شيء. وسوف أحتاج إلى 1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف. الزعتر غني عن التأليف في إخراج السموم من الجسم، ويزيل انتفاخ البطن يعني بشكل رهيب، يعالج داء المصارين وداء القولون أيضا، أنصح باستعماله خصوصا للناس الذين يعانون من انتفاخ القولون العصبي. أما عن المريمية فهي تسد الشهية ورائحتها طيبة جدا. أما الطريقة فسوف أقوم بوضع الجميع في الإبريق، يعني الزعتر والمريمية المجففة، وسوف أضعه على النار، أتركه لبضع دقائق حتى يقوم بالغليان، وسوف أريكم الشكل النهائي لهذا المشروب، وهو مشروب المريمية لسد الشهية والتخلص من الدهون. وهذا هو المشروب بعدما قمت بغليه، يعني لا يغلى كثيرا. إذن هذا هو المشروب، هذا هو لونه. أما عن طريقة الاستعمال فمرة مع الإفطار، يعني تستبدلين به الشاي مرة مع الإفطار ومرة بعد الغداء، والمرة الثالثة تكون مع العشاء، وأفضل أن تستغنوا عن وجبة العشاء نهائيا، وذلك لنتائج أسرع، يعني تستغنون عن وجبة العشاء نهائيا، تقومون بشرب كوب من هذا المشروب، وإذا أحسستم بأنه حار فقوموا بتحليته بعسل طبيعي. أما السكر فهو ممنوع، ممنوع كليا، وذلك للتخسيس وأيضا القضاء عن الدهون. وكان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك، وأي سؤال اكتبوه لي في التعليق وسوف أجيب في الحال. إلى اللقاء.